السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، اهلا بكم مرة تانية مع منهج كونكت بلس واللي بنشرح فيه تدريبات كتاب ستيب اهيد. طبعا حبايبي عارفين ان كتاب ستيب اهيد من الكتب المميزة جدا في منهج كونكت بلس. طبعا لما تدخل على قوائم التشغيل هتلاقي قائمة تشغيل مخصوصة لحل تدريبات كتاب ستيب اهيد الخامس كونكت بلس، ودي هتلاقي عليها كل حاجه ان شاء الله متعلقه بكتاب ستيب اهيد للصف الخامس الترم الاول كونكت بلس ان شاء الله. طبعا الكتاب السنه دي شكل ما انتم شايفين بديء لي كده بمراجعه خفيفه على الجرامر بتاع كونكت بلس 4. طبعا ان شاء الله هنحاول نشرح التدريبات ونشرح الحاجات اللي موجوده في الريفيجن ده قبل ما ندخل على منهجنا الجديد ان شاء الله. تعالوا يلا نبدا. بس قبل ما نبدا، لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات الجاية ان شاء الله. طبعا حبايبي في بيج 3 في صفحة 3 مديني general revision على ال present simple tense على زمن المضارع البسيط. طبعا حبايبي هو مديني مراجعة خفيفة كده على اساسيات الزمن. طبعا مديني حبايبي اول حاجة شكل الزمن في الاثبات. طبعا عارفين ان زمن المضارع البسيط حبايبي على ال present simple ليه شكلين اتنين، يا إما فعل بدون إضافات في التصريف الأول، يا إما فعل بإضافة S أو ES أو IES على حسب اللي موجود. تاني حبايبي، يا إما فعل في التصريف الأول بدون أي إضافات، يا إما فعل مضاف له S أو ES أو IES. وقلنا حبايبي طالما أي فعل ليه شكلين اتنين أو أي زمن ليه شكلين اتنين، يبقى عشان أختار شكل فيهم لازم أرجع للسبجكت، الفاعل بتاعي. الفاعل دايما هو اللي بيحدد لي شكل الفعل في أي زمن. فقال لي لو الفعل بتاعي حبايبي I, you, we, they، وحناخد كمان الاسم الجمع البلورال ناون، قال لي على طول أجيب فعل في التصريف الأول بدون أي إضافات. طب يا مستر لو الفعل بتاعي he or she or it أو any singular noun أو أي اسم مفرد، خلاص بجيب فعل فيه S أو ES أو IES. ده بالنسبة للشكل بتاعي، يعني أقول I like، I play، we like، we play، we watch، دايما الافعال بتاعتي بدون اضافات. طب he، she، it، حول بقى likes، plays، watches، visits، يبقى لازم الفعل مع الفعل ده مضاف له اس. طيب شكله حبايبي في النيجاتيف، يعني في النفي. قلنا حبايبي في النفي في البريزنت سمبل بنفي يا اما don't يا اما doesn't. don't بتنفي الفعل اللي في المصدر، و doesn't بتنفي الفعل اللي فيه s or es. فطبعا اكيد don't هتيجي مع I, we, they, and you، وبرضو ما تنسى الاسم الجمع. طب he وshe وit والsingular noun أكيد بيجي معهم doesn't، بس عايزك تلاحظ حاجة إن don't و doesn't لازم يجي وراهم مصدر. يعني يا مستر؟ يعني مع he هنا ينفعش أقول likes؟ هتقول لي لأ، طالما doesn't جيت حبيبي خلاص خدت الاس، خلاص بتقول ما فيش حد يبقى في اس إلا أنا بس، فيش حد معايا في الجملة تاني في اس، فبالتالي هقول doesn't like، doesn't watch، doesn't play، يبقى على طول وراها الفعل في المصدر. يبقى اذا النفي بdon't او doesn't، مهمتي ان نحفظ مين اللي بياخد don't ومين اللي بياخد doesn't. المهمة التانية ان نحفظ ان don't و doesn't اللي يجي وراهم لازم يكون مصدر بدون اضافات. طيب قلنا حبايبي ان do و does لو جيت في اول السؤال بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بyes او no. ونفس الفكرة do does لما تيجي في السؤال يبقى فعلنا على طول في المصدر، يبقى انا لازم احفظ يا ترى مين اللي بيجي مع do ومين اللي بيجي مع does. do بيجي معها I, you, we, they والاسم الجمع. طب does he, she, it والاسم المفرد. طبعا do does لو جم في اول السؤال بيكون معناهم هل وبجاوب عليهم بيس او نو. يعني لو بقول لي do you like tea، يبقى بقت معناها هل انت تحب الشاي. تاني هل انت تحب الشاي، هنا لو انا بحب الشاي هقول yes وبدل I do او no I don't. يبقى اذا في الريفيجن الاولى بيراجع لمراجعة بسيطة كده على شكل المضارع البسيط present simple. تعالوا نشوف يلا تمارينه وشرحها وليه بنختار كل اختيار. نمبر 1 بيقول لي he done doesn't isn't like coffee. طب يا مستر he بتاخد isn't وهي بتاخد doesn't، خلاص انا حفظتها. طب ليه بقى يا مستر ما اخدش isn't؟
خلاص عارفين ان am is are الفعل اللي بيجي وراهم حبايبي بيكون ing. طيب like هتقول لي لا ده فعل في المصدر، مستحيل حبايبي يجي ورا am و is are، فبالتالي انا في don't و doesn't. طب هي هتقول لي تاخد doesn't. تعال نشوف نمبر 2 باللي سهى doesn't late for school. سهى ما بيجيش متأخر المدرسة، هتقول لا مستر حضرتك لسه بتقول طالما شفت don't أو doesn't وراهم على طول مصدر يبقى لازم أقول doesn't come. اوعى تنسى verb to do عموما حبايبي بيجي وراه مصدر، فحش يجي وراه إلا كده. طب تعال نشوف نمبر 3 بقول تامر is go go goes to the club on the weekend. طب تعال نشوف كده براحة، إذ لو جي وراها verb يبقى verb ing خلاص يبقى دي مش هتنفع. بقى go goes الاتنين دول present simple مضارع بسيط، قلت عشان اختار واحد منهم لازم ارجع لمين حبايبي؟ لتامر اللي هو السبجكت بتاعي. هتقول له اه ده تامر ده مستر اسم مفرد فياخد مين حبايبي؟ goes goes. طيب number 4 بولي the line eat grass. حولك نفس الفكرة، بص على الفعل الاول شكله عامل ازاي، ده هتقول له مصدر يا مستر يبقى ما ينفعش isn't. طب يبقى don't or doesn't يبقى لازم ارجع لمين؟ the line the singular noun اسم مفرد فياخد مين؟ doesn't. طب تعال نشوف number 5 بقول do you in the street. اه قلنا حبايبي verb to do عموما do او does او did، الفعل اللي وراه لازم يكون هتقول لمصدر يا مستر يبقى play. number 6 بقول where they go on holidays. تبص حبايبي على الفعل ده هتقول لي go، ماله مصدر يبقى ار ما تنفعش. ليه يا مستر؟ ما هي ار بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي بقى دو داز. طب اخد دو ولا داز؟ هتقول لي بص على مين، على الفاعل اللي هو ذي اللي بياخد مين حبايبي؟ دو. طب تعال نشوف نمبر 7 بقول له وات داز شي فور لانش. اه بقول لي ماذا تاكل للغداء؟ طب دي مين حبايبي؟ داز. خلاص يا مستر عرفت دو داز بيجي وراها مصدر يبقى هتقول لي ايت. طب نمبر 8 I want wants wanting to buy a new pair of trainers. عايز اشتري حذاء رياضي جديد. طب يا مستر wanting دي كده كده مش هتنفع عشان ما فيش هنا ولا am ولا is ولا are ولا was ولا where. طيب بقى want wants قلت حبايبي دول الشكلين بتوع المضارع البسيط، عشان اختار لازم ارجع لمين؟ اي. هتاخد هتقول لي want يا مستر على طول كده، اي بيجي معاها مصدر الفعل. طيب تعالوا نشوف حبايبي نمبر 9 بقول له we English well، احنا بنتكلم انجليزي كويس. هتقول لي speaking مش هتنفع، ليه؟ مفيش هنا verb to be. طب بقى speaks و speak عشان اخد اي شكل من المضارع البسيط لازم ارجع للسبجكت الفاعل، ياخد ايه ده حبايبي؟ هتقول له اه we بتاخد speak تصريف اول. نمبر 10 بقول له hand often her bed. اه نفس الكلام ما ينفعش making عشان ما فيش هنا verb to be ولا حاجة بيجي وراها verb plus ing. بقى make and makes عشان اخد واحدة من الاتنين لازم ارجع للفاعل، مين الفاعل بتاعي؟ hand، ماله singular noun اسم مفرد يبقى تاخد makes. تعالى حبايبي يلا نشوف السؤال التاني واللي بيقول لي فيه صحح الافعال اللي موجودة عندي دي. بقول we go to the cinema at all. هتقول لي الفعل اللي في المصدر يا مستر بنفيه don't و doesn't. هتقول لي اه. طب وي بتاخد ايه؟ هتقول لي don't، فهتقول لي we don't go يعني نحن لا نذهب الى السينما على الاطلاق. نمبر 2 بقول the nurse always يعني الممرضة دائما help doctors. هتقول لي اه. always دي شكل ما قلنا ظرف من ظروف التكرار وده من علامات present simple المضارع البسيط. طيب اذا help ايه الغلط فيها؟ هتقول لي ما تمشيش يا مستر مع nurse، nurse دي مفرد تاخد helps يعني لازم ازود لها اس. نمبر 3 بيقول where your father work. حبايبي ده تكوين سؤال، قلنا السؤال ده في المضارع البسيط. طيب ليه لما اسال عن اماكن العمل او اماكن المعيشه دايما بستخدم present simple مضارع بسيط؟ طيب اذا بعد اداه الاستفهام انا محتاج حبايبي do او does. طب اشوف your father، في ناس بتتلخبط وتقول يو، دي مش يو حبايبي دي يور، صفه الملكيه ما بتاخدش حاجه، اللي بياخد هو الاسم اللي بعد صفه الملكيه. father ده حبايبي اسم مفرد فياخد ايه؟ هتقول لي ياخد does، يبقى where does your father ها مصدر work لان جاي بعد مين حبايبي؟ does، يبقى where does your father work اين يعمل باباك. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحه 4 ودي تكمله صح. بقول لي it never rain in summer. طبعا never من علامات ال present simple
فبالتالي مع it بجيب ال verb plus s or es، فبالتالي هقول rains يعني تمطر. Number five, will he sometimes write letters to his pen friends؟ هتقول له يا مستر نفس الفكرة بالظبط. عندنا ظرف من ظروف التكرار، يبقى ده present simple مضارع بسيط، مع he بجيب verb plus s يبقى writes. طب تعال نشوف number six، will Tamer not shout in class؟ طبعا هنا النفي في المضارع البسيط شكل ما قلنا حبايبي بيبقى ب don't or doesn't. طيب لازم اشوف تامر مفرد يبقى ياخد doesn't، يبقى تامر doesn't. وطبعا shout شكل ما هي لان doesn't بيجي وراها مصدر، يبقى تامر doesn't shout in class. number 7 بيقول he usually go to school in his father's car. تقول لكم حبايبي طبعا عندنا usually ظرف من ظروف التكرار، يبقى الفعل وراه يا مصدر يا في اس او اي اس. هتقول لي اه هي بيجي معاها فير بلس اس او اي اس. طب جوه زود لها ايه؟ هتقول لي يس يا مستر. ليه؟ عشان الاو. نمبر 8 بيقول لي وين يو ات سكول. طبعا عايز اقول انت بتوصل المدرسه. طبعا اداه الاستفهام دي هيجي وراها دو او داز. هتقول له يا مستر عندنا يو بتاخد دو، يبقى وين دو يو. طب الفعل بتاعي اه في المصدر، يبقى when do you arrive at school. number 9 بقول my friends and I likes having picnics. هتقول له يا مستر my friends and I ده جمع، والجمع ما يجيش معاه verb plus s ابدا، لازم يجي معاه تصريف اول، فبالتالي لازم اقول like. number 10 بقول she brush her teeth in the morning. خلاص حاجه مسلم بيها، هي وشي وات مستحيل يجي وراها مصدر، يجي وراها verb plus s or es، فاقول حبايبي brushes. تاني هقول brushes. طب زودت es ليه يا مستر؟ هتقول لي بينتهي ب sh، فبالتالي لازم ازود es. تعال يا حبيبي بقى في السؤال رقم 3 واللي بيقول لي فيه change these sentences into negative. حول الجمل اللي في المضارع البسيط دي للنفي. طب احنا بننفي بمين يا حبيبي؟ هتقول لي ب don't او ب doesn't يا مستر في المضارع البسيط. طيب بنفي ب don't او ب doesn't بناء على ايه؟ هتقول له يا مستر بناء على حاجتين اتنين. ممكن بناء على الفعل، لو الفعل في المصدر انفيه بدونت، او الفعل في اس انفيه بدازن، او ان انا اشوف الفعل شكله عامل ازاي فبالتالي بجيب دونت او دازن. طب تعالوا نشوف. يلا birds eat grass. البيردز جمع وايت مصدر، يبقى على طول النفي بمين حبايبي؟ هتقول لي بدونت. يبقى هتقول لي birds الطيور don't eat grass، يعني الطيور ما بتاكلش اعشاب. طيب تعالوا نشوف. يلا السؤال الثاني بيقول وي جو تو سكول باي تاكسي، يعني احنا بنروح المدرسه بالتاكسي. طيب هتقول لي الفعل في المصدر وي كمان، يبقى النفي بتاعي دونت، يبقى هقول وي دونت جو تو سكول باي تاكسي، احنا ما بنروحش المدرسه بالتاكسي. طب اي ليفز باي ذا سي، بتعيش بجوار البحر. هتقول له الفعل اللي فيه اس يا مستر بنفيه بدازنت، وآية كمان مفرد، يبقى هقول آية دازنت. ها برافو عليكم. ليف اوعى تقول ليفز، خلاص دازنت خدت الاس، مفيش حد معايا ابدا يبقى في اس طول ما انا موجوده، يبقى آية دازنت ليف باي ذا سي. وقلت لكم حبايبي باي هنا معناها بجوار. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول شي ايتس اول هير ساندويتشز، بتاكل كل السندوتشات بتاعتها. هتقول له اه يا مستر هنا النفي ب doesn't، يبقى اقول شي doesn't. ها اقول ايتس ولا ايت؟ هتقول لي ايت يا مستر، يبقى شي doesn't eat all her sandwiches، يعني ما بتاكلش كل السندوتشات بتاعتها. تعال نشوف نمبر 5 واللي احمد لايكس سويتس. هتقول له يا مستر نفي هنا ب doesn't، يبقى هقول احمد doesn't. ها لايك ولا لايكس؟ هتقول له لا يا مستر لايك، يبقى doesn't like sweets، يعني ما بيحبش الفاكهه، يعني ما بيحبش الحلويات. نمبر 6 بيقول اي بلاي فوتبول ات هوم، يعني انا بلعب كوره في البيت. خلاص اي بيجي مع دونت ولا دازنت؟ هتقول لي دونت يا مستر، يبقى اي دونت بلاي فوتبول ات هوم.
تعال نشوف number 7 they have a big house. هتقول له يا مستر هنفي ب don't. يا مستر طب ما قلتش haven't؟ هقول لك لا، عشان انفي have haven't لازم يكون وراها فعل حبايبي، يبقى اذا هقول they don't have a big house، يعني هما ما عندهمش منزل كبير. طب تعال نشوف يلا number 8 بقول له he has a nice pet، يعني هو عنده حيوان أليف جميل خالص، فهقول he doesn't have. ايه ده يا مستر؟ ما هو يا حبايبي المصدر بتاع has هو have، و doesn't لازم يجي وراها المصدر، يبقى he doesn't have a nice pet. طب يا مستر ليه ما قلتش hasn't؟ قلنا عشان انفي هاف هافنت وهاز هازنت لازم حبايبي يجي وراها فعل. طب تعال نشوف نمبر 9 بيقول ذا مونكي ايتس بانانز، لما اجي انفي هقول ذا مونكي ها دازنت، برافو عليكو عشان هو سنجلر ناون اسم مفرد، ها ايت ممتاز، اوعى تقول ايتس بانانز. تعال نشوف نمبر 10 بيقول اي وانت تو بي ا دكتور، اي بتاخد دونت يا مستر، فهقول I don't want to be a doctor، يعني انا مش عايز اكون دكتور. تعال يا حبايبي يلا لاخر سؤال معانا في الحلقة دي، وهو بيقول لي make questions as in the example، اعمل اسئلة شكل ما هو موضح بالمثال. طبعا في المثال هنا حبايبي هلاقيه ان هو سائل لي بدو داس، يعني بيقول ما تسألش بأداة استفهام، ولكن اعمل الأسئلة بتاعتك كلها بدو أو داس. طب دو أو داس هتيجي على حسب مين يا مستر؟ هتقول لي على حسب الفاعل. طيب نمبر 1 اللي هي جيفن عندي بيقول لي سامح رايدز هيز بايك اون فرايداي، فطبعا هنا سامح مفرد فتاخد اللي داس، الفاعل بتاعي سامح بس رايدز بقت ايه؟ هتقول لي بقت رايد عشان انا جبت داس خلاص يا مستر. رايد هيز بايك اون فرايداي. تعال نشوف المثال التاني she wears a red dress، ها she، يبقى السؤال بتاعي يبدا بيه، هتقول لي does يا مستر، يبقى does الفاعل بتاعي she. طب wears هتخليها wears، تقول لي لا يا مستر هتبقى wear بس a red dress، يعني اللي هي ترتدي فستان احمر. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي he sits next to the window، هتقول لي he بتاخد does، يبقى السؤال بتاعي does he، ولازم فعل يرجع لمصدره sit وبعدين next to يعني بجوار وبعدين the window، window اللي هو الشباك. طب تعال نشوف number 4 Magdy brushes his teeth in the morning، هتقول لي Magdy مفرد، يبقى ابدأ بمين حبيبي؟ هتقول لي does، يبقى does Magdy، ها does Magdy ايه؟ هتقول لي brush، وهتقول brushes، خلي بالك هشيل es وأكمل عادي خالص his teeth in the morning. number 5 cats drink milk، هتقول له cats هنا اسم جمع plural noun، ياخد دو ولا داس؟ هتقول له دو يا مستر، يبقى دو الفعل بتاعي cats، الفعل بتاعي drink milk. number 6 this dog makes a noise، الدوج مفرد، يبقى هبدأ بداز، يبقى داز this dog ماله ميك بس يا مستر نايز، يعني هل هذا الكلب يصنع ضوضاء؟ نمبر 7 بقول I visit my cousins on holidays، هتقول لي اي بيجي معها دو، فهقول دو. طب اخلي اي، هتقول لي لا مستر يو كانت بتتحول لاي، فاي تطلع على طول في السؤال يو، يبقى دو يو فيزيت. طب شكل ما اي طلعت يو، يبقى ماي اكيد هتطلع يور صفة الملكية cousins، وكمل عادي خالص حبايبي on holidays. number 8 she goes to school on foot، يعني هي بتذهب الى المدرسة سريعا على الاقدام، she دي بتاخد مين؟ هتقول لي does، يبقى does ها she go، او هتقول goes go to school، وكمل عادي خالص on foot. number 9 بقول I have lunch at school، طبعا حبايبي I بيجي معاها do، يبقى دو بس اي هتطلع، ها برافو عليكو يو هاف لانش ات سكول. طب نمبر 10 بيقول وي دو اور هوم ورك، طبعا وي بتاخد، هتقول لي دو،
اه طب وي شكل اه يا مستر بتطلع يو، يبقى دو يو ها، والمصدر بتاعي دو يبقى دو يو دو، اور برضو هتطلع ها، يور يبقى دو يو دو يور ها، هوم ورك يعني هل انتوا بتعملوا الواجب بتاعكم. وبكده حبايبي يبقى احنا قدرنا نراجع مراجعه خفيفه كده على زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط، وكمان حلينا عليه التمرينات اللي موجوده في صفحه 3 و4. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة الجاية ان شاء الله، واللي هيكلمني فيها او هو عامل مراجعة فيها على الـ present continuous. شارك لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، وقول لهم ان احنا هنشرح منهج connect plus سنة 5 ان شاء الله بالكامل على القناة دي. Goodbye. السلام عليكم.